سعيدة لأن هذا الفستان لا يزال يناسبني. اشتريته الأسبوع الماضي. لا أظن أنه يخطف الأنظار. ها؟ لا أريده. هذا الفستان أفضل. أجل. أوف. يجب أن أكون متألقة. تبرع به. وهذا أيضا. أوف. خذها كلها. بيتي، يبدو أن هرموناتك خرجت عن السيطرة. كلا، انتظري، يمكننا الذهاب للتسوق. هدف آخر وسنربح المباراة. أوه، هذا البنطال لا يناسبني. هذه الملابس ليست للحوامل. أوف، أتمنى لو أستطيع شراء ملابس جديدة. ما الذي تنظرين إليه؟ ها، كان الحل أمامي طوال الوقت. هذا جيد، ملابس زوجي مناسبة لي تماماً. هذا المسلسل رائع. آمل أن تعيده لي لاحقاً. يا إلهي، هذا مؤلم. لماذا لا تجلس؟ مهلاً، هل أنت متأكدة من أنك بخير؟ أوه، عزيزي، آسف، إنه سريرك، تفضلي، هذا مخيف. لا تقلق، سأتجاوز الأمر. يا دكتورة، ساعدينا أرجوك، تحتاج إلى مساعدتك. هل المكان حار؟ هل أنت بخير؟ أنا بخير. أوه، لا أستطيع رؤية ذلك. ادفعي مرة واحدة وبقوة. حسناً، عزيزي. أوه، يمكننا فعلها؟ أوف، يا إلهي. من الرجال، تنفسي. أنا أدفع. هذا مرعب. ماذا فاتني؟ هذه طفلتك، لماذا لا تحملها؟ هيا، تمالك نفسك. أجل، سأغيب عن العمل اليوم. أجل، زوجتي تلد. ماذا قلت؟ على الأقل هناك أحد يهتم بي. هل قرأت الإيميل؟ جيد جدا، تنفسي. أوف. أوه. سأحضر لك بعض الماء، تفضلي. لا أريده يا دكتور. قلت لا. أوه، حسنا، سأشربه أنا. أجل، أنت تقومين بعمل رائع. ها هو فلذة كبدك. أوه، شكرا، أنت امرأة قوية يا عزيزتي. أصبحنا عائلة صغيرة. أوه، أنت أولا. آمل ألا تستغرق وقتا طويلا. سأعدل مكياجي. لابد أنها أوشكت على الانتهاء. هذا رائع. يجب أن أبقي دماغي مشغولا. الشهرة تنتظرني. تحمل، تحمل، لك من الوقت، ستظل هناك. أعجبتني هذه البلوزة. خرجت أخيرا، الآن سأرتاح. أحتاج للحمام بشدة، لكن ادخلي قبلي. ما أجمل هذا اليوم. لا، أحتاج للحمام. المعذرة، لن أتأخر. لا، نحتاج إلى الحمام. هذا مريح. لا، هذا محرج. سأضع المزهرية هنا. رائحتها زكية. يا رائحة هذه البلوزة نتنة.
واو، المعذرة يا باتي. لا بأس، سأغسل كل الملابس المتسخة. أوه الزهور، لابد أن رائحتها زكية. يا للهول، يا رائحتها فظيعة. ستقيأ الآن، أحتاج هذا الدلو. يا سلة الملابس، هذا مقزز. أوه صابون الملابس، دعيني أشمه. رائحته أفضل بكثير من هذه الزهور المقززة. أصبحت حاسة الشم لديك غريبة بعد الحمل. يبدو أني سأغسل الملابس لاحقاً. زكية منعشة. أنا جائعة. وصل الأكل. أوه هذا لا يكفي. كلا، سأحتاج طبقك أيضاً. هذا أفضل بكثير، لكن طبقي. لابد أن هناك شيء آخر يمكنني أكله. لا شيء. إلى الهول، خردل، مخلل، سمك. من أين جاء كل هذا الأكل؟ أو سأضيف القليل من الكاتشب. أجل، الكريمة المخفوقة إضافة مثالية. يا يبدو هذا مقززا. وفراولة في الأعلى. هذا ما كنت أشتهيه. هل يمكنك التنحي قليلا؟ يحتاج كيفن الصغير إلى مساحة أكبر. أوف، الريموت بعيد جدا، لا يمكنني الوصول إليه. أو المعذرة حبيبي، تفضل. حسنا، أظن أننا سنتابع ما تريده. أو أنا غير مرتاح. هل أحضرت لي وسادة؟ تفضل، آمل أن تساعدك. هذا أفضل بكثير، شكرا. هل أحضرت لي شيئا أشربه أرجوك؟ حاضر، سأحضر لك كوب شاي. أوه شكرا جزيلا، أنت الأفضل. يا طعمه فظيع، خذيه. لحظة، غيرت رأيي. شاي. يا لا يزال سيئا. كلا لا أريده، أنا جاد هذه المرة. سأعود حالا، سأذهب للحمام. أمل أنك تستمتع بالقصة يا صغيري، أريدك أن تصبح مثقفا. هذا يكفي. هل كبر بطني؟ هل زاد وزني؟ هناك طريقة واحدة لمعرفة الإجابة. هيا يا كيفن الصغير، حان وقت الميزان. لا أستطيع الوصول إليه. حسناً، سأمسكه بقدمي. لحظة، لا يمكنني رؤية الشاشة، بطني يحجب الرؤية، هذا سخيف. هيا. حسناً، يجب أن أمسك الميزان. أنا قادم. أجل، نجحت، سأعود للأعلى الآن. حسناً يا كيفن الصغير، حان وقت التحقق من وزنك. أوه، ماذا يحدث هنا؟ أحسنت يا كيفن الصغير. مهلاً، هل هناك أحد هنا؟ كلا على ما يبدو. هذا مثير. ماذا؟ لا يهم. والآن ماذا؟ إنه يبدو منشغل. لم أتوقع هذا. ماذا بك؟ لن تفهمي. لا، لن أفهم بالتأكيد. ماذا يقرأ على أي حال؟
كثير جدا. لابد أنها تلك الهرمونات. ها؟ من هذا؟ أو نذهب إلى السينما؟ رائع. لم أتوقع الخروج اليوم. علي تغيير ملابسي ونزع البيجاما. عظيم، لقد ارتديت الجزء العلوي. علي فقط ارتداء الجينز والخروج. لم ارتديه منذ مدة. لا يزال يناسبني صحيح. هيا اغلق. اضطربت جدا. انا سمين للغاية، لا تيأس. نعم سيغلق. اخيرا لقد فعلتها. سيكون هذا مثيرا. أيمكنني الخروج بالجوارب؟ أكاد ألمس تلك الأربطة الحمقاء. لا يمكن لذراعي الوصول لأبعد من ذلك. أهلا، افسح لي. كان الفيلم رائعا. كان فيه روبوتات وكائنات فضائية وقد استولوا على الكوكب.